مرحبا، أنا نوت، كيف حالكم؟ اليوم راح أعلمكم عن تجربتي في طي الورق. طبعا هذا الدفتر جايته من المكتبة، مرة عجبني، في أشكال كثيرة، حوالي 20 مجسم، مرة ممتاز للي يحبون طي الورق. هو فن ياباني قديم يستخدم عشان نسوي مجسمات وأشكال، يعني مثلا حيوانات أو طيور أو أشياء أخرى، يعني مثلا قلم، بيت، سفينة. في ميزة في هذا الفن إنه ما نستخدم صمغ ولا لاصق. الأوريغامي اللي يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم اليدوية، ويعلمهم مثلا إنهم يقصون أشياء صغيرة أو يزينون أشياء صغيرة ويبتكرون ويخططون. والحين بوريكم من داخل، مثل هذا أشكال الفار، وهذه شو اسمها حقت الضفدع اللي نسيتها، والتنين والفيل، الآيس كريم، أشياء كثيرة. في هنا الخطوات، مثلا البيت خطواته، والحوت والفار، ولهن أوراق في آخر الصفحات. هذولي كل مستخدمة أنا. هذا قلم الرصاص، شكله هنا، هذا مكتوب قلم الرصاص. اخذ هذه ورقة واستخدمها، بوريكم مقطع صنعت فيه كل هذول الاوراق العام الماضي. مثلا رأس الارنب، هذول كل الخطواته. هشوف رقم واحد، يقول نأخذ ورقة مربعة الشكل ثم نقوم بثنيها الى نصفين كما هو موضح بالشكل. نأخذ ورقة نسوي كذا. الخطوة الثانية، قم بثني مثلث المتشكل إلى نصفين ثم أفرده، يعني نصفته، أحنا نصفطناه وكذا نفتحه، بعدين نصفته كذا بعدين نفتحه، بعدين قم بثني الجزء الأسفل مكان النقط إلى الأعلى، هذه حطها هنا يصير. رقم أربعة، قم بثني الجانب الأيمن والأيسر حتى يتقابل في المنتصف، نحط هذولي هنا هنا، لا هنا، نحطها لين هنا، نفس يكون نفس الشكل كذا، بعدين نقلبه، وقم بثني الجزء مكان النقط للداخل، نشيل هذا الجزء نخليه داخل، وهذول أطراف، وبعدين يصير هذا الشكل، يصير معه ملصقات نقدر نحطهن زي العيون وهذولي، وأنتم تقدرون تلونونهن. والحين راح أوريكم المجسمات اللي سويتهن قديم، وهذه الأشكال اللي سويتهن. هذول كلهن 20 مجسم في الدفتر، بطة، نمر، قميص، أرنب، سلطعون، تنين، ذبابة، طائر، قلم، طيارة، فأر، ثعلب، سمكة، فيل، سفينة، حوت، قطة، بيت، كلب، باص. الأورغامي فن جميل اللي يحبون طي الورق، راح يستمتعون فيها وهم يسوونها، خصوصا اللي يحبون الأعمال اليدوية. وبكذا انهيت موضوع اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا. في أمان الله.